يعني زينب، لكل حدا عم يبحث عن التوازن بحياته، مو بس على الصعيد الجسدي أو العقلي، أيضا على الصعيد النفسي. صادف مبارح أكيد اليوم العالمي للصحة النفسية، كيف الشخص بيقدر يكون متوازن نفسيا؟ بيقولوا الصحة النفسية هي مرافقة أو هي بتتساوى مع الصحة الجسدية. هالموضوع كله والتفاصيل عنه بصرنا نستقبل اليوم ضيفتنا الاستشارية النفسية والأسرية هبة عرنوس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا هبة. يعني عم نحكي على موضوع يمكن فعلا أغلبنا بيتأثر فيه لما بيعمل دايت أو بيخفف من روتين نظام كان معتاد عليه، اليوم بده يغير هي العادات، فبيأثر نفسيا أكثر منه جسديا، بصير مسير نفسيا لاتباع الشيء الجسدي. أول شيء خبرينا شو هي السعرات النفسية؟ تماما. السعرات النفسية هي مصطلح جديد يعني بالتداول، هذا هو دليل قد ايه الشخص بيقدر يكون عم يحافظ على التوازن، إما بمشاعر إما بمعالجة الضغوطات النفسية اللي هو قاعد عم يكون متزامنة معنا ظروفنا كلياتها. هي كيف درجة التأقلم معها هي مدى إلى علاقة بمدى السعرات النفسية اللي الشخص من حقه تكون موجودة بجسمه، وإذا طلعت عن الحد الطبيعي فهو بيكون ساوى خلل بالتوازن عنده والتوازن النفسي. يعني هو مصطلح جديد، أنا لما بدي أقول سعرات ففي عنا نحن حد متوازن أنا لازم أحافظ عليه لحتى أكون متوازنة. هذا الحد اللي أنا بدي أحافظ عليه ضمن سعراتي النفسية بيكون بقليل من الضغط، بقليل من القلق، ببعض السعادة وبعض الإنجاز. هلا حتقولي لي كيف القلق بده يكون له علاقه بانه انا يكون موجود بحياتي لحتى يقدر يساعدني على وجود هذا التوازن، وكيف اقدر احافظ على السعرات بتوازنها؟ اكيد القلق بالحد الادنى وبحد الوسط كثير مطلوب، القلق احيانا بيشتغل معنا كمحفز، اذا كان هو بالدرجه يعني حتخليني اقول درجه العاديه الطبيعيه، بينما امتى بيساوي لنا هو الحاله الوسواسيه؟ لما بصير عندي طول الوقت عم فكر اذا صار معي هيك شو بدي اساوي، اذا بكره تزوجت، اذا بكره ارتبطت، جبت اولاد، كيف بدي اعيشهم؟ كيف بتبلش تعيش مراحل من القلق بشكل كثير كبير، وبتعيش تاخذ كل هاي المشاعر اللي طلعت بجسمه والكورتيزول اللي ارتفع عندها اياه، وهذا الشيء حيبلش يولد عندها ردات فعل سلبيه. خربطت الهرمونات تماما، بصير عندها ردات فعل سلبيه، بتلاقي حدا بيقول لها صباح الخير، بتقول له منين بده يجي الخير؟ ليش في خير بهالدنيا؟ بتلاقيه يعني عم تتخانق مع دبان وشها، هون نحن عندنا السعرات فيها خلل لما سمحت هي لنفسها بانه تاخذ جرعه عاليه كثير كبيره من القلق وليس حافظت على الدرجه البسيطه والطبيعيه لتقدر تحفزها وتقدر تخليها هي السعرات هي تكون محفز لها لتقوم وتعمل شيء جديد او تبدا تحل المشاكل اللي عم تتعرض لها. صحيح. يعني ايضا هبه خلينا نحكي يعني عن شيء اسمه دايت نفسي. الدايت النفسي هلا كل العالم بيقول شو هذا الدايت النفسي، وهو يعني دائما مثل ما الجسم بحاجه لديتوكس ايضا النفسيه بحاجه لتنظيف، بحاجه صحيح. لفلتره. فهون هيك بدنا نعرف مشاهدينا ما هو الدايت النفسي. تماما. احيانا نحن بنحتاج ضمن الدايت النفسي لحتى اشرح مفهومه لانه مصطلح جديد، بحاجه نحن لحتى نطلع من شيء اسمه روتيني اليوم اللي انا بقوم فيه لحتى ابعد وبلش ساوي شيء جديد بحياتي. هلا الاشخاص اللي هن ممكن كثير بيناموا بنقول لهم حاولوا تفيقوا اقل من النوم، الناس اللي ما بتنام الا خذي اليوم ساعات نوم زياده، بنحاول كل شيء نخرق فيه النظام الروتيني اللي هي عم تعمله بشكل يومي. يعني شخص بتلاقيه ما بيعرف يقعد بدون ما ياكل سكريات، بنقول له مرق يوم واحد بدون ما انت تاكل فيه سكريات، بس اخرق هذا النظام، حتلاقي في عنده هيك شعور مثل دغدغه جواته اني انا عملت شيء جديد. هذا الدايت النفسي هو عباره عن عكس تماما التخمه النفسيه. شو مقصود بالتخمة النفسية؟ هلأ المشاهدين قاعدين عم يسمعوني، خلصنا من اللقاء، سكروا، راحوا فتحوا كمان غير مكان، بلشوا يسمعوا محاضرات، بلشوا يسمعوا معلومات، وهيك كبرت الجعبة اللي عندهم من المعلومات والطاقة الإيجابية، طلعوا على المجتمع، بلشوا يباشروا بحياتهم، بلشوا يباشروا بميدان العمل، حيتعرضوا لصدمات،
حيتعرضوا لكثير ازمات لانه هن بس اخذوا الكريمات وبلشوا هن ينظروا فيها. فكيف الدايت بيكون لما انا باخذ مقدار معين من المعلومات، هذا المقدار بقوم على تنفيذه. يعني انا لما بدي اجي اعدل بافكاري اللي هي بتعدل لي مشاعري اللي ثم بيتعدل سلوكي، خليني اخذ هذا القانون وبلش انا اشتغل على حالي فيه لمده اسبوع. بينما بتلاقي واليوم بدي خطط اهدافي وبدي احط الخطه الخمسيه لخمس سنين لقدام، وبدي اعمل بدي احاول اضبط غضبي، وبدي اعمل ضبط لانفعالاتي اللي عم تطلع بشكل عشوائي، وبدي اعرف ربي اولادي تربيه مثاليه، وبدي احسن علاقتي بزوجي. بتلاقيها بدها تدور على كل شيء من احسنه وافضله. طيب هذا الشيء ما عم يؤدي لضغط نفسي؟ بينما اذا انت اخذتي ضمن هذا الدايت والسعرات المسموحه لإلك، شو الاشياء اللي انت بدك تاخذيها تحسنيها؟ شو الابدا بدايه؟ اي حدا بده يحسن بحياته ويسعى للتوازن النفسي قبل ما يسعى حتى يحسن غيره، قبل ما تقولي بدي احسن علاقتي بزوجي، بدي احسن تربيه اولادي، تاكدي انه الفجوه هي عندك موجوده والمشكله هي عندك. لانه بدايه اطفالك او زوجك هن مرايتك، هن عم يعكسوا الشيء اللي عم يطلع منك. هي المرايه انت ما بتروحي بتعدلي المرايه لحتى تضبطي الصوره، انما بتحسني الصوره لحتى يتحسن انعكاسها ضمن المراه. فهذا الشيء اللي انا بدي وضحه بمفهوم الدايت النفسي، ما ناخذ الاشياء من اكبرها واعلاها واكثر عدد فيها بتغيير والتحسين بالموضوع النفسي، بينما اخذ جزء واحد بالتحسين اشتغل عليه وبهالحاله بنتقل للجزء الثاني، وليس انا مجرد ما قعد الشخص وتصفح الفيس وبلش يشوف الحياه المثاليه والبيوت المرتبه والالوان الزاهيه وبيبلش يقعد وينضب حظه، ليش هيك انا بيتي؟ ليش انا ما بعرف ربي اولادي؟ يشوفون هي عم تقعد بكل ثانيه عم تستغل لحظتها بقعدتها مع بنتها، وهون كيف قاعده عم تساوي احلى شيء بحياتها من الطبخ. نحن عم نشوف جانب عم يساوي لنا ازمه نفسيه. فلهيك نصيحتي انا لكل المتابعين انه نحن نبدا نقيم اي متابعه لصفحات على الفيس عم تساوي لنا اذى نفسي، عم تساوي لنا الم، لانه نحن عم ندخل بمقارنه لحتى نشعر انه نحن ما لنا متوازنين. خلينا متوازنين حتى بهذا الاعوجاج اللي هو موجود حتى ببيئتنا. نعم، يعني هبة عم تحكي عن موضوع يمكن كل العالم بده دايت نفسي على هذا الحكي. اليوم كثير عم نلاحظ انه عند الشباب والصبايا مثل ما قلتي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي صار عندهم فعلا تخمه نفسيه، خلينا نقول من بعض الحياه المثاليه او الاخبار او المقارنات او حتى الفرص الذهبيه اللي عم تكون على الناس وهن بحسوا ما عندهم فرص. صحيح. مثلا دائما نحن مثل ما قلتي عم نشوف جانب لكن ما بنعرف الجوانب الثانيه، ان كان وحده عم تسافر، شاب عم بيعمل كذا، انه ليش انا ما عندي؟ طبعا. فكيف فينا اليوم نضبط الدايت النفسي عند الشباب؟ خلينا نحكي عن فئه الشباب لانه كثير صعب ضبطها. يعني الكبار بالعمر ما هون كثير متعودين مثل الشباب بسن متاخر ما كثير بيعرفوا هالتقنيات تبع الفيسبوك. بس الشباب لا، يعني عم يتاثروا حتى بنمط الحياه. تماما. موضوع التخمه النفسيه لما يوصل الواحد لمجرد ما حدا يجي يحاكي انت ليه ما بتعرف تنظم حياتك، بتلاقيه انفجر وخلص وحلوا عني وانا بدي هي العشوائيه واللي مو عاجبه احسن، انا هذا الشيء اللي انا بدي اياه مرتاح فيه. موضوع التخمه هذا الشخص مشبع تماما من معلومات وتنظير، مشبع تماما من خمس خطوات للنجاح، سبع طرق لتحقيق هدفك، هو مشبع من هدول الكلمات والمصطلحات البراقه للاسف. هدول اللي بلشنا نحن نشوفهم بشكل متداول كثير كثير كثير، واحيانا اللي عم يكتبهم هو ذات نفسه ما بيطبقهم. فهذا الشيء اللي بدي انصح فيه انا فئه الشباب او حدا مثلا بيعتبروه ايدل مشهور او كذا، بيقعد بيحكي انه انا نجحت لانه انا حطيت ببالي انجح. طبعا نجاحه بيكون سريع، هذا الحكي ما هو صحيح. يعني في طريق معين للنجاح والمثابره، في شيء اسمه ثمره نجاح. تماما تماما. موضوع انه انا بدي احط مثال قدامي وبلش امشي على نفس خطواته لحتى انا اوصل لذات النجاح للحظة عثرة واحدة. هلا حلو الكلام انه انا عم شوف نموذج قدامي ناجح وعم حاول اتبع الخطوات، بس الفجوة انه انا ما علمني هذا النموذج انه لما تعثر
شو الاستراتيجية اللي طلع فيها. ما علمني إنه هو لما فشل أو هو تعرض لأزمات بحياته كيف طلع من الأزمة. هو بلش يقول أنا كنت نايم، كنت محبط، كنت مفلس، مدري شو جتني خاطر ببالي، شفت مشهد أم خلاني. ببلش يورجيكي إنه كأنه الحياة دراما. هو الموضوع مو هيك، نحن من أزمة لأزمة، من فجوة لفجوة، ولكن مرونتنا نحن البشرية، وعلى فكرة بالذات السوريين عندهم مرونة كتير عالية، لأنه عندهم سرعة تكيف جدا عالية مع كل الظروف اللي هي دارت عليهم، وهي عم تستمر لساتها. هذا التكيف العالي عم يطلع شخص لقدام عم يتوقع هو من ذاته البعد الكارثي للأشياء. يعني أنا إذا رحت ولقدم على طلب وظيفة إذا رفضت شو لازم ساوي؟ عم يبلش يحط الخطة البديلة أو شو لازم يعمل. مو حرايح وحاطت كل أمله 100% على هذا الموضوع. اللي عم يصير بموضوع التخمة عم نشوف إيجابيات إيجابية 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 فقط وراء الشاشة، فقط وراء الموبايل، عم نسمع محاضرات. أنا لما بدي أقوم أشتغل، لما بدي أقوم أسعى، ما عم أبدأ أخذ التكنيك كيف بقدر أنا أطلع من هاي العثرة اللي أنا فيها، كيف بقدر أطلع من هذا الألم اللي أنا فيه. نعم. هذا الشيء اللي نحنا واجب علينا أنه نحنا نتعلمه. يعني نحنا شبعنا من شيء اسمه شرح، والأحكي لك نحنا هلأ صرنا بنفوت بشيء اسمه كيف، كيف فيني ساوي هذا الشيء. تمام. ايضا خلينا نحكي هبه، يعني بس يوصل الانسان لمرحله من القنوط، الياس او الملل، يعني هو ما عاد همه شيء بالحياه، لا اذا راح لا اذا اجى، يعني عم يمضي حياته بس لانه هو بده يكفي هي الحياه، يعني ما بيقولوا انه شيء وبده يمرق. هون كيف فيه هيك قبل ما يفوت بمرحله الخطر والاكتئاب يلي ممكن يودي لكثير قصص، وسمعنا حالات كثير عن هذا الموضوع، فشلون فيه هيك؟ تماما، كيف يقدر يضبط هاي التغيرات عنده؟ بداية ما هو يشعر الشخص انه بلش تخف حافزيته لحو الشيء اللي اعتاد عليه يعمله، بلش ما عاد عنده ذات الشغف. يعني لما بفيق الصبح بقول ليش فقت؟ انا يا ريتني ما فقت، ليه اليوم في دوام؟ يا ريت عطلي، واذا كان عطلي علينا وعلى قعدة البيت. هذا الشخص شو ما اعطيتيه ما بيرضى. شو السبب؟ لانه معلق نجاحه وسعادته بالخارج وليس بالداخل. دائما عم ننتظر نحن التغيير يجي من برا، بدنا نحن ناخذ فرصه عمل برا انا حكون اسعد انسان. لما بتلاقيها اخذت فرصه العمل بتقول ايه بس انا ما بعرف ليش حاسه حالي انا ماني مبسوطه. لما بتكون هي عم تسعى لهدف معين، اما زواج، اما لتاخذ مكافاه معينه، اما لمنصب معين، اول ما توصل تقول بس يعني ماني مبسوطه، يعني مو هذا الشيء اللي انا بدي اياه، كنت مو هيك، ما بعرف ليش في شيء ناقص، يعني مو هذا الشيء اللي انا هلا بيبسطني بيسعدني. ليه؟ لانه السعاده هي من داخل الشخص بتطلع. وكيف ممكن تطلع؟ لما انا بدي ما ارسم لرب العالمين الطريق اللي بدي يسعدني فيه. انت لما بتطلبي من الله السعاده، يا رب تسعدني، يا رب تحقق لي النجاح، انت طلبتي النجاح، ولكن بدي النجاح بهذا الوظيفه، بهذا المكان، بهذا المنصب. يا رب انت عم ترسمي لله الطريق، فلما انت اجيتي واخذتيها حتاخذي المنصب، بس انت انسحبت منك السعاده. ليه؟ لانه انت ما وصلتي لمرحله السعي. دائما السعي هو سعادته اعلى بكثير من الوصول الى النجاح. يمكن حكيت كثير نقطة مهمة يا هبة، انه دائما فئة الشباب منتظرة دائما الحل الخارجي، دائما عندها احلام لا تمثل الواقع بصلة. هي النقطة اللي قلنا انه لازم من الداخل الواحد يكون ممتن، الامتنان كثير مهم حتى الواحد يوصل لاكثر ويحس بطعم النجاح. خبرينا كمان عن مصطلح الجوع النفسي. تماما، موضوع الجوع النفسي هو مصطلح هدول ذاتهم الأشخاص، كيف حكينا عن التخمة والشخص اللي بيقرأ، هدول الأشخاص اللي بتلاقيهم قاعدين على الصفحات، على صفحات النت بتلاقيهم بس قاعدين عم يتابعوا أو قاعدين عم يعلقوا على أشخاص إنه طب برأيكم كيف هاي الشغلة بتتساوى؟ يعني قاعدوا عم تاخذ المشورة الطبية أو المشورة العلمية من أشخاص عوام وليس أصحاب الاختصاص. لما بتيجي بتقلك ستي كانت هيك تساوي، جارتي هيك عملت، أختي لما عملت هالقصص زبطت معها. طب أنت بحالة جوع نفسي، عندك بحاجة جوع معلوماتي، أنت بحاجة إنك تثقفي هذا الموضوع، ثقفي نفسك. نحن للأسف لما ندخل على أي مشروع جديد بنقرأ عن هذا المشروع، أي حدا بيجيب آلة جديدة بيقرأ عن هاي الآلة آلية عملها، بينما نحن من أنجب طفل أو منقوم على مشروع الزواج وما بنعرف ألف باء، بنعتقد أنه الموضوع فقط أكل وشرب ورعاية ويا سلام. بينما هاي الآلة اللي رب العالمين، هذا المخلوق اللي رب العالمين عطاك إياه، نحن ما عرفنا كيف حتى نربيه. لهذا الحالة نحن عم نشوف بنسب كتير كبيرة طلاق،
بنسب كتير كبيرة، تشوه بالتربية، تشوه بالتربية بشكل يعني لا يوصف. أنا ضمن العيادة عم عاني يومياً من الأمهات اللي عندهم مشكلات بتربيتهم لأطفالهم. بعد ما تعطي ابنه وتقولك ما بدي أحرمه شيء، أنا ما بدي يكون قل من رفقاته، أنا بدي أعطيه. أنا طب أنت شو قريتي معلومات عن التربية؟ شو قريتي قديش برأيك السبب هو نقص المخزون يلي بحاجة له الأم لتعرف كيف تربي طفلها، أو نقص مثلاً ما رح نقول ثقافة، ما شاء الله عنهم كلهم مثقفات، ولكن في ثقافة معينة يمكن لازم تتجه لها لجانب معين، ممكن ثقافة صح، ولكن نبقى نسقط عقد النقص اللي أخذتها الأم من أمها من زوجة من بيت أهلها، تسقطها على ابنها. أنا ما بعرف أحكي إنجليزي، بدي ابني يطلع رائع بالإنجليش، فأنا لازم عوض كل نقص. أنا بنتي كانت، أنا كنت مكبوتة، فأنا بدي بنتي تطلع وتاخد حريتها بعد ما أنا أنجبتها. هذا نوقف إسقاط الصدمات النفسية اللي كانوا معرضين لها كأهل على الأطفال. هذا الشيء اللي كتير أنا بحاجة أني أضبطه، وبحاجة جدا أخذ منه التوازن، لا تخمي ولا جوع، إنما خليني بالسعرات النفسية المتوازنة. نعم، يعني هبة حكينا عن موضوع كتير مهم، المصطلحات كتير غريبة لكن فعلا هي كتير قريبة من الواقع. الدايت النفسي هو كمان نظام حياة للتغيير من الداخل حتى نكون ممتنين على كل اللي نحن فيه، بالإضافة لطموحنا واجتهادنا لنوصل، والاتكال دائما على الله حتى ييسر أمورنا. لك شكرا لك، وإن شاء الله نهارك كتير حلو. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. شكرا لك الاستشارية النفسية والأسرية هبة عرنوس نورت.